لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. لأنك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. تجنن يا جميله حقيقي، تسلم ايدي. ميرسي يا بيتن. ايه رايك يا ايه؟ انت لسه هتساليه، ما هو قدامك نسف الطبق كله. عسل. الحلو بتاعك يا جميله ما يقلش عن سموح. سرك باتع يا جميله، بتعالي تعشي عندنا كل يوم عشان تجيبي الاكل بتاعك وانت جايه. طب احنا مش كنا استنينا عمو مدحت؟ بالطريقه دي ما كناش هناكل اصلا. وبعدين معاكي ما تشغليش بالك انت يا جميله، انا هسيب له حته من التورته، واما يجي يدوع هيعرف قد ايه انت شاطره في كل حاجه. بقول لك ايه يا جميله، انت بتخلصي شغلك الساعه كام؟ انا بخلص كل يوم الساعه 5، بس يوم الجمعه بخلص الساعه 7. طب خلاص هديكي اجازه الجمعه، وابعت لك السواق كل يوم ياخدك من المطعم اللي انت شغاله فيه. ليه؟ انت نسيتي ان انا هرسمك ولا ايه؟ انت ايه يا بنتي؟ مفيش فايده فيكي؟ حطها برضو في دماغك. ما هي اللي جاتني برجليها. يبقى جيتي الاضاكي. بالعكس،
دي هتبقى أول مرة في حياتي حد يرسمني. شفتوا؟ أهي موافقة، أهي طلعوا أنتوا منها بقى. ماشي، مفيش فايدة، سن طويل. بس إديني بس فرصة أفهم عمي إني هتأخر بس ساعتين زيادة كل يوم. فهميه براحتك، ولو عايزين يرسموا هو كمان أنا ما عنديش مشكلة. لا قولي لي يا جميلة، الخاتم ده لابساه من إمتى؟ من الليلة دي بس يا طنط. يعني أنت عارفة إن هو أيوة ده؟ أيوة طبعًا، أنا عارفة إن حضرتك اللي اديهولي آخر مرة شفنا بعض فيها. لما أنقذتي آدم، ساعتها قلت لي يا طنط بيلا الخاتم ده وسع عليا، لما أكبر هبقى ألبسه. وهو بقى على قد حبيبي. مساء النور يا مدحت، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بابا عندنا ضيوف. اهلا وسهلا. اهلا حضرتك. دي جميله يا مدحت. مش معقول. ايه يا حبيبتي ده انت كبرتي قوي. كلنا كبرنا يا عم. الله يرحم باباك ومامتك. اقعد يا مدحت، دوق التورته بتاعت جميله، هتاكل صوابعك وراها. يا ميرسي يا بيلا، انا اتعشيت بره. طب اعمل حسابك بقى المره اللي جايه تيجي جعان، علشان جميله قوي عادتنا هتطبخ لنا بايديها. ايه ده، انت شاطره في الطبيخ زي مامتك بقى. يعني بحب. ما تصدقش يا بابا، دي شيف هايل في مطعم كبير جنبنا في اكتوبر. خلاص المره الجايه اوعدكم هموت نفسي من الجوع عشان ادوق الاكل من ايديك يا جميله. ان شاء الله. باي باي حبيبتي. ايه يا بنتي هتنامي فوق دراعي؟ لسه صاحيه؟ انت جيت امتى؟ من نص ساعه. وجات معايا جميلة، عايزة تسلم عليكي. على مالك يا حبيبتي، على مالك. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا جميلة؟ تتصوري فاكرانا واحد واحد؟ قالت لماما مش همشي قبل ما اسلم على إيمان. يا رب تكوني فاكريني. فاكراكي طبعا، صورك في ألبوم مامي، كنتي أجمل واحدة فينا. لا أنتي أجمل. لا انتي لسه اجمل. هي دينا ما قالتلكيش ان هي عايزه ترسمك؟ اه بس انتي عرفتي ازاي؟ اختي بقى وانا عارفاها، مش هتسيب وشي زي ده ابدا غير لما تعملوا شغلتها. جميله كان نفسها تنزلي تتعشي معاهم. معلش يا جميله، انا اصلي ما بخرجش من الاوضه دي غير قليل قوي. اه ماما قالولي، بس يا ريت المرة الجاية بس توعديني تنزلي تقعدي معانا. إن شاء الله. تعالي انتي بس وأكيد هنقعد مع بعض أكتر. طيب أنا هسيبك ترتاحي. طيب يا حبيبتي. أنا مالك وقتي. اطلع اطلع أنا هتصرف، متقلقش. عايزة حاجة؟ اتفضل. نورتي يا جميل. بنور كمان. كده برضو يا جميلة؟ ملحقناش نقعد معاكي ساعتين على بعض؟ معلش يا طنط، ما أنا مش هينفع أتأخر على عمي أكتر من كده. لا اسمعي بقى، من هنا ورايح لازم عمك ده يفهم إن لينا فيكي زي ما ليه فيكي وأكتر كمان. أو بعدين يعرف كمان إنك هتجيني كل يوم علشان أرسم لك البورتريه اللي اتفقنا عليه. حاضر. مفيش فايدة، مش بتفكر غير في نفسها وبس. الله، هو أنتِ مش عايزاها تيجي وخلاص؟ يلا يا آدم يا حبيبي، عشان تلحق توصل جميلة. لا يا طنط، أنا هروح بتاكسي زي ما جيت بالظبط. تاكسي ايه حبيبتي، من العربيه موجوده وادم هو هيوصلك. وبعدين انت عايزه عمك يشوفك راجعه دلوقتي بتاكسي، يقولك ما تروحيش للناس دي تاني. يلا يا ادم يا حبيبي. مالك يا ابني واقف كده ليه؟ اه اتفضلي. يلا خلي بالك من نفسك وخلينا على اتصال لحد ما نشوف هتجيلنا تاني امتى. ان شاء الله. استناكي. باي باي. باي يا حبيبتي. سلام. تيجي؟
بيت عمك قريب من هنا؟ هنا في اكتوبر. مش بعيد يعني. على فكره المره الجايه مش هستنى لما تجي لها، هاجي لك بنفسي. هتجي لي فين؟ المطعم. اصل بصراحه طاجن سموحه وحشني جدا. بقول لي قبل ما تيجي بقى عشان اعمله لك مخصوص. ايه ده؟ هو في مخصوص اكتر من اللي انا اكلته؟ تيجي المره الجايه. بس انا هنزل هنا. ايه في ايه؟ هو بيت عمك في الشارع ده؟ بس قدام شويه. طب هتنزل هنا ليه؟ عشان محدش يشوفني وانا مصاب. وفيها ايه يعني؟ لا فيها كتير، انا اذنك. استني، مش هسيبك تمشي لوحدك في وقت زي ده. ما تخافش، انا واخد على كده. جميله. عم السادات المره اللي فاتت جاب لنا حاجات شمال. والسادات قديم قوي. خلي بالك من نفسك. حاضر. تصبح على خير. انت من اهل. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. اتأخرتي كده ليه يا بنت اخويا؟ هو عقبال ما خلصت المشوار مع الاستاذ حسام. والله كنتش اعرف ان مشوار الاستاذ حسام طويل كده. تعالي هنا يا بنتي، انت هتدخلي تنامي من غير ما تتعشي؟ استني لما احضر لك العشاء. مش جعانه. عملتي ايه؟ وفاء، هتصدقيني لو قلت لك ان الليله دي كانت احلى ليله في حياتي؟ عمي عمي، طب قولي لي بقى، شفتي ادم؟ في الاول ما كنتش هشوفه. مامته قالت انه عنده شغل ومش هيقدر يجي. طبعا كان نفسك تمشي بسرعه عشان تلحقي ترجعي الفستان ابو 700 جنيه. مش عارفه كنت حاسه بايه، بس فضلت مثبته عيني على الباب لحسن يجي في اخر لحظه. وجي في اخر لحظة؟ كأن ربنا رايد لنا نتقابل. تلاقيه اتفاجئ ان انت البنت اللي شافها في اسكندرية. اعتقد انه لسه متفاجئ لغاية دلوقتي. يعني طلع فاكرك؟ طلع فاكر كل حاجة. من أول ما اتولدت على ايديه لغاية ما ودعنا بعض وأنقذت حياته. وإيه كمان؟ قعدنا مع بعض على سفرة واحدة.
كل ما ابص له بطرف عيني الاقيه هو كمان بيبص لي بطرف عيني. بس كده ما حصلش بينكم اي كلام تاني؟ لا، ده وصلني بعربيته لغايه هنا وقال لي انه هيبقى يجي لي المطعم ومد ايده عشان يسلم عليا. حسيت اكن الدنيا بتلف بيا. اوعى تكوني ما سلمتيش عليه. لا سلمت طبعا، بس عارفه كانت اول مره كده احس اني متكهربه. طبعا ما هو مش اي حد. انا خايفه قوي يا وفاء. خايفه من ايه بس؟ انت مش لسه بتقولي انها اجمل ليله في حياتك؟ ايوه، بس خايفه من اللي هيحصل بعد كده. اللي هيحصل اجمل ان شاء الله. اكيد ادم مش هيستنى كتير على ما يقولك انه بيحبك. بس انا فين وهو فين؟ ادم مهندس قد الدنيا في شركه ابوه المليونير، وانا حته طباخه بالثانويه العامه ولسه قدامي سنتين على ما اخد البكالوريوس. الحب ما بيفرقش بين مهندس وطباخه. بس الناس بتفرق. لو بيحبك بجد مش هيفرق مع الناس. بطلي نكت بقى واحكي لي اللي حصل بالتفصيل الممل. الرقص ما بيبقاش كده. لما تحبي تتعلمي رقص بجد ابقى كلمني. ده شرفت يا استاذ. ايه يا ابني؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ هيبقى فين يعني؟ هتلاقيه مرزوع في الشارع زيه زي العيال الصيع اللي لو وراه شغل ولا متغدى. هو انت لو عرفت اللي حصل يا حاج مش هتندم ان انا كنت واقف في الشارع. يعني حتى طريقك. ايه اللي حصل يا حبيب بابا؟ احكي لك يا حاج عشان تعرف بس اللي بيجي على الغلبان ما بيكسبش. بس بقى ايه؟ ليه؟ طب انت بره سيبينا لوحدنا. يلا اطلعي في الباب وراكي. وانت تعالي لي هنا. خير يا عم. قلت لي بقى كنت فين اروح عمك؟ في المشوار اللي قلت لحضرتك عليه مع استاذ حسام. الله، ورجعت لغايه البيت ازاي؟ هو وصلني بعربيه. كدابه! خالد شافك وانت نازله في الشارع اللي ورانا من عربيه شاب غريب. انت عبت! مين الشاب اللي كنت راكبه مع العربيه وخلتيني انزلك في الشارع التاني عشان ما حدش يشوفكم مع بعض؟ انت عبت! ده ادم ابن طنط بيلا. بلك مين يا اختي؟ انا صاحبة ماما الله يرحمها. وشافك فين سي زفت ده عشان يوصلك لغايه البيت؟ انتهبت! كنت معزومة عندهم على العشاء ومحبوش ان انا اروح لوحدي. نعم يا اختي، معزومة. معزومة يا بنت وتستغفليني وتقولي لي انك في مشوار شغل. انا خفت حضرتك ما توافقش. ايوه بس حسام قال لي انك هتبقي معاه. انا اتفقت معاه على كده. فاكرة! فاكرة ولد الأدب! يا سفلة يا عدمة التربية! دي جزاتني ربيتك! محمود خلاص يا اخويا، صوتك جايب آخر الشارع! صوتي إيه؟ فضيحتنا جابت آخر الدنيا! ما الشارع كله شاف الهانم وهي نازلة من عرب! يا لهوي! لا ما عملتش حاجة غلط! لما أنت ما تنيلتيش على عينك وعملت حاجة غلط! أمال بتخبي ليه وبتداري ليه؟ وجرستيني قدام الراجل اللي أكل! يا لهوي! ما خلاص بقى. خلاص خلاص يا اخويا. ماشي ماشي يا بنت اخويا، بس قسما بالله العظيم ما انا مفوتها لك بالسهل. ومن الليله دي رجلي على رجلك في الداخله والخارجه. وريني بقى هتبقي تقابلي ازاي. خلاص خلاص يا اخويا. وريني من وشي. خلاص يا واحنا اتقابلنا قبل كده؟ ايوه. فين؟ هسيبك تفتكر لوحدك. كنت متأكدة إني هلاقيك صاحي. اشمعنى يعني؟ عشان أكيد بتفتكر اليوم الحلو ده. هو فعلا يوم حلو قوي. جميلة فكرتني بحاجات كتير كانت وحشاني. عارف يا آدم، أجمل حاجة بقى بجد مفرحاني بوجود جميلة إني هصلح الغلط اللي غلطته في حقها طول السنين اللي فاتت دي، لما فكرت أسيبها تعيش مع عمها يبيع ويشتري فيها. بس أنت دورت عليها كتير وما لقيتهاش.
بس كان لازم ادور اكتر. بس هعمل ايه بقى؟ انشغلت فيك وفي اخواتك وفي الدنيا. كنت حاسه بالذنب ناحيه طنط فاطمه الله يرحمها؟ وناحيه جميله اكتر، لاني عارفه انها عايشه ومحتاجالي. طب تفتكر يا ماما هي لسه محتاجاك لغايه دلوقتي؟ اللي انا فاكراه ومتاكده منه انها محتاجه لينا كلنا. وصدقني يا ادم، لو كنت عرفت مكانها وهي صغيره كانت هتتربى في وسطكم وتكبر معاكم، وما كنتش هسيبها تعيش مع عمها ابدا. يا ريتك كنت عملت كده. مش عارفه يا ادم، من يوم ما جت لي جميله البيت وانا بسال نفسي سؤال واحد، ليه جميله ما ظهرتش غير دلوقتي؟ وليه اتاخرت عني السنين اللي فاتت دي كلها؟ طول عمرك تقولي لي ان كل شيء بأوان، وطول عمري كمان بقول محدش عارف الخير فين وربنا شايل لنا ايه. لكن اللي انا متاكده منه ان جميله رجعت لنا لحكمه معينه عنده هو وحده سبحانه وتعالى اللي عالم بيها. ونعم بالله. حد يمد ايده عليا. ان شاء الله تبقى اخر مرة. مش باين يا وفاء. هو بابا صحيح قاسي شوية، بس تلاقيه صعبت عليه نفسه لما كدبتي عليه بالاتفاق مع حسام. ما هو لو ما كانش مخوفني طول عمري ما كنتش اضطريت اكدب عليه. منك لله يا خالد، هو السبب في كل اللي حصل ده، زي ما يكون كان مستنيلك على غلطة. مش بس خالد، أنا طول عمري حاسة إنه عمي نفسه يضربني الألم ده، وكان محوشهولي من زمان ومستني أي فرصة. ليه يا جميلة؟ ده أنت بنت أخوه بيحبك. لا، عمي عمره ما حبني ولا خلاني أحبه. أنا اللي كنت فاكرة إنه دي أجمل ليلة في حياتي، كنتش عارفة إنها هتخلص بألم على وشي. إن شاء الله أزمة وهتعدي. بعد اللي حصل ده مفيش حاجة هتعدي. يعني إيه؟ إنتي مش سمعتي وهو بيقول رجلي على رجلك في الدخلة والخارجة؟ أنا بقى لا داخلة ولا خارجة. طب والمطعم؟ مش هروح. يعني هتحبسي نفسك في البيت؟ ايوه، لغايه ما اخرج منه وارجعش تاني. ليه يا جميله بتقولي كده؟ عشان هي دي الحقيقه يا وفاء. انا من ساعه اهلي ما ماتوا وجده كمان مبقاش لاقي مكان وسطيكوا. انا بقيت بحلم باليوم اللي هخرج فيه من هنا واروح اي مكان الاقي فيه نفسي ويكون بيتي بجد. خلصت الفايل؟ امسك. انت لحقت تقراها؟ يا ابني انا مهندس تعبان زيك. ايوه بس دي عكس ملحوظات مدحت بيه. طب وانت خايف منه ولا ايه؟ اه طبعا خايف يرفدني. وانت ايه علاقتك؟ عشان مش عارف يرفدك انت. لا ما تقلقش هتصرف انا معاه. بس ايه النشاط ده كله؟ كل ده من صنف الحلو بتاع جميله؟ انت عرفت منين؟ إيه؟ انا عرفت؟ مين عرف؟ انا عرفت؟ مين عرف؟ مين عرف؟ ايه ده صوت مدحت بيه؟ يا حاج مدحت انا جاي. اه حاج مدحت. طيب. بيه. أكيد البت دينا هي اللي قالت له. Thank you.
خفت اكلمك في التليفون ما تردش عليا كالعاده. طب استريح. انا مش جايه اقعد يا ادهم. انا عايز افهم انت متغير معايا كده ليه؟ ابدا. الشغل بس، عندي شغل كتير. شغل ايه؟ شغل ايه؟ ما انا بشتغل معاك في نفس المكان. انت متغير معايا حتى في الشغل. طب بقولك ايه؟ تعالى نتكلم بره، انا عازمك على الغدا. مش هينفع والله يا نور. بابا طالب مني حاجات مهمه عايزني اخلصها. انت عمر الشغل ما خدك مني. هو في ايه؟ على فكره يا ادهم، انا ملاحظه ان احنا من ساعه ما كنا مع بعض في الفيلا وانت متغير. لا انا نسيت الموضوع ده خلاص. لا انت ما نسيتوش، انت بتحاول تنساه بس مش قادر. جايز جايز. جايز. اوكي. بما انه بقى جايز وانت لسه مش متاكد، اما تبقى تتاكد ابقى كلمني يا ادهم. مين اللي بيطلبك؟ آدم، ما رديتيش عليه ليه؟ خايفة يسألني عاملة إيه واضطر أكدب وأقول إني كويسة. أنت هتبقي كويسة فعلا لو رديتي عليه. مش عايزة أبان ضعيفة قدامه، ومش عايزة أشيله هم وإحنا ما تقابلناش غير مرة واحدة. قولي بصراحة إنك خايفة يقولك تعالي نتقابل وإنت مش عارفة تنزلي من البيت. خايفة كمان يعرف إن هو السبب في اللي حصل لي إمبارح. وآخرتها يعني لو فضلتي كده ما ترديش عليها هيفتكرك مش عايزه تكلميه تاني. مش جايز ده يبقى في مصلحته. بس ده ما كانش كلامك امبارح. انا فضلت سهرانه افكر طول الليل. الالم اللي عمي اداهولي ده فوقني، حسسني اني صغيره قوي، يمكن اصغر من اني احلم بادم. بابا اتصل بماما بيقول لها حسام سال عليكي، زعلان جدا عشان ما جيتيش المطعم النهارده، والزباين كمان بيسالوا عليكي. طبعا عمي ما قدرش يقول لهم على اللي عملوا فيا. اتفضلي يا ماما. انا بابا مش ماما. بابا ايه اللي جابك؟ ايه بنت؟ في بنت محترمه متربيه تقول لابوها كده؟ مش قصدي يا بابا، انا قصدي يعني ان حضرتك ما بتجيش قبل الساعه 6. انت مالك؟ اجي 6 اجي 7 اجي وقت ما اجي. اجري يلا شوف امك بتعمل ايه في المطبخ. اجري. اه طيب، ربنا يهدي النفوس. انت مالك انت؟ قرف. يا جميلة، ممكن أعرف ما جيتيش الشغل ليه النهاردة؟ ما كنتش هعرف أشتغل وأنا لسه ماسكة وشي مطرح القلم. معلش ما تأخذنيش يعني يا جميلة، اللي أنت عملتيه ده ما كانش يتسكت عليه. أنا مو مفيش مشكلة، والأستاذ حسام سأل عليك النهاردة وأنا قلت له إنك تعبانة. الراجل كتر ألف خير ومشاني بدري عشان أخدك أوديك للدكتور. طب وأنا إيه المطلوب مني دلوقتي؟ مطلوب منك حاجة بسيطة جدا. الصبح إن شاء الله تنزلي معايا تروحي الشغل وتقولي لحسام بيه إن أنا وديتك للدكتور وخدتي الدواء وخفيتي إن شاء الله. آسفة يا عمي، مش هقدر أروح الشغل. يعني إيه؟ أنت عايزة تطلعيني كداب قدام الراجل ولا إيه؟ لا كداب ولا حاجة، أنا فعلاً تعبانة بس مش عارفة هخف إمتى. لا بقى، أنت عايزة تطلعيني عيل صغير قدام الراجل اللي أنا باكل معاه عيش، أنا فاهمك كويس. لا يا عمي، أنت عمرك ما فهمتني وعمرك ما هتفهمني. ماشي
ماشي يا بنت اخويا. ايوه حبيبتي، عارف ان بقالنا كتير ما شفناش بعض، بس غصب عني هاجيلك النهارده، هكلمك قبل ما انزل. هيبقى في بيننا ومن بعض مكالمه بخصوص الميعاد ده. مع السلامه. ايه رايك في المفاجاه دي؟ اهلا يا حبيبتي، هي سكرتيره مش بره؟ لا بره، بس انا قلت لها مش محتاج اذن علشان ادخل لبابي. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ مفيش، انا بس ما لحقتكش قبل ما تنزل الصبح. الموضوع مهم للدرجه دي؟ انت عارفني كل مواضيعي مهمه. مش قوي كده. من الاخر كده، انا عايزه اريحكم مني الصيف ده، عايزه اسافر لعمتي كمال يا لبنان. انسي. هاي عصام، صاحبك ماله بقى؟ صاحبي مين؟ صاحبك مين؟ ادم. هو انت عندك صحاب غيره هنا ولا ايه؟ لا هنا ولا غير هنا، هو ضايقك في حاجه؟ ايوه، عزمته على الغدا وما رضيش يجي. طب انا موجود، ممكن اجي بداله يعني. عصام انا ما بهزرش، ادم مخبي عليا حاجه. مخبي ايه؟ انت بتسالني؟ ما انا اكيد لو كنت عارفه ما كنتش جيت سالتك. هو صحيح انا لو اعرف كنت جيت سالتك. طب ايش عرفك ان هو مخبي عنك حاجه؟ عشان انا عارفه ادم كويس قوي، ومن يوم ما عرفته وانا بقرا كويس قوي من عينيه. طب خلاص يا ستي، اقراهولك انا كمان واعرفلك ايه الحكايه. ايوه بس من غير ما يفهم ان انا جيت لك وطلبت منك. شوف يا نهى، انا قديم قوي في الحاجات دي. طيب ما تتاخرش عليا بقى النهارده، تكلمني وتفهمني في ايه. قول يا رب. اوكي، باي. باي. دينا؟ ايه؟ ما تخافش كده، مش جاي لك انت مخصوص. كنت عند بابي وقلت اعدي عليك. حد شافك كنت داخله عندي؟ يا سبع رجال، ما تكونش جامد كده وانا مش واخده بالي. انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك. قولي الاول، هي نوع كانت عندك بتعمل ايه؟ انت بتغيري عليا بقى. لا طبعا، انا بس عايزه اعرف. انت ناسي ان هي بتسوق المشروع اللي انا شغال فيه؟ ماشي، خليها تشبع بيك. وبعدين بقى؟ تستحيل تكوني جايه كل ده عشان تعرفي مين الستات اللي بتدخلي المكتب. لا انا عايزه اسافر لعمتي كمال يا لبنان. هترجعي امتى؟ ما اعرفش، يمكن على اول الدراسه كده. انت جايه تستاذنيني؟ لا طبعا، انا كنت جايه استاذن بابي وهو رفض، وانت اللي هتقنعه. انا؟ ايه، هو مش انت الراجل بتاعي ولا يعني هو الحب ببلاش؟ هي انت عايزاني ادخل لمدحت بيه اقول له انا بحب دينا ويا ريت تسيبها تسافر لبنان؟ قول بقى انك مش عايزه يعرف انك بتحبني، يقوم رافضك من الشركه وتخسر الوظيفه بسببي. لا الحكايه كلها ان انا كمان مش عايزك تسافري وتسيبيني كده. طب ايه رايك بقى يا عصام ان انا هسافر؟ هسافر بمزاجك او غصب عنك، ماشي؟ ومن هنا لحد ما اسافر ما اشوفش وشك ولا اسمع صوتك في التليفون، وبخليها تنفعك. بنت المهبوشه دي. بقالي كتير ما جيتيش. انا مش عايزه افتكر من امتى. وحشك المكان قوي، بس قليل قوي لما كنت بقعد في الصاله. يبقى اكيد وحشك انك تطلعي على المسرح. شريف انا مش عايزه اعلق نفسي بحلم عارفه اني مش هقدر عليه.
المايسترو هيخش دلوقتي.